عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه فاضيه ايه يا بهير، الاوتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه. انت عارف انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاوتوبيس. معاك بطاقه يا استاذ. انت اخينا، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده ممكن يسخطك قرد دلوقتي. انا فرملي ابوس ايدك، ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه، بس انا معايا الباسبور، بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ما انت تعالى يا اخويا. بهير ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. ايه ده فعلا؟ سوري بجد ما خدتش بالي خالص. بف عليا بف بجد. طب اقول لك ثانية واحدة، بص تعالى نصلحها. انا تقريبا كام سنة دلوقتي؟ بص نخلي الثمانية دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسة، والستة دي نخليها خمسة برضه، انا بحب الخمسة. ها؟ ولا نخليها ستة؟ ها؟ والله يا عم غريب انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسأل أنسة شهيرة كنت لسه بقول لها، عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمة فنية لن تعوض. قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامة. الله يسلمك يا سيدي. عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. انا هكون صريح معاك بصراحة، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما انا ما اقدرش اغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي. اسمعني انا عايز اغني حاجة حزينة. لا حزينة يا عم، بص يا عم، من الاخر انا عايز اعمل لك كلام جديد، الحان جديدة، شكل جديد، دعاية جديدة، فكك من الجو القديم اللي انت عايش فيه ده. اذا كان كده انا ما عنديش مانع، خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك. ايوه سيب لي نفسك انت بقى، انا هظبط لك الليلة دي. ليه؟ لأني معايا 4 جيجا أغاني. نعم؟ قصدي في شوية أغاني أنا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعك أنا. اسمع دي. أنا لو أحكي عليه أنا هوصف إيه؟ وده كل ما فيه ولا في الأحلام. مدهش. كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعة يا حليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه؟ تاخد حاجة لنانسي؟ سيبوني، انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. طريقة الفنجان ايه وكوس الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي.